انا والله مصدوم يا بعد. اهم شيء انك انت جربت شيء جديد، وانت كنت شايف السنابات. انا ما كنت اصدق يعني يوم اشوف سناباتك مع الشباب اي من جدهم ذول يسوقونها علينا. انت الحين جربت الشعور بنفسك وشفت شوف تجربة. انا واعي إيه؟ بس ما اقدر اقاوم كلامك يعني او اوامرك كذا لازم تتنفذ. إيه انت عارف ايش قاعد يصير، لكنك داخل في إيه؟ استرخاء لدرجه انك انت حتى ما تبغى تقاوم. ما شاء الله تبارك الله عليك. اهم شيء انك انت استمتعت جدا، عرفنا فيك والله يا حبيبي والله. وجيت اكثر. طيب انا عندي هنا كلمه بكتبها لك، تمام؟ ابغاك تقرا الكلمه هذه لنفسك بس، وبس لنفسك، كلمه عاديه بس ابغاك تقراها بصوت عالي. اذا وردتك ابغاك تقراها بصوت عالي، بس قبل لا اوريك الكلمه هذه انت تكتب باليمين ولا باليسار؟ باليمين. اثبت رجلك على الارض كويس، مد يدك اليمين واقفل عليها بقوه 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 بقوه. حلوين، تمام؟ انت الحين قافل عليها بقوه. حلوين. طيب خليك بس قافل عليها بقوه، بدك تقرا الكلمه هذه لنفسك وبس لنفسك بصوت عالي، تمام؟ 1 2 3 اقراها. نعم مرتاح، استرخي، خليك مركز بس على صوتي انا وكلامي، ما كنت ثاني تمت استرخي اكثر واكثر. اول ما مرتاح مسترخي. ايوه تمام. ثاني مره خذ نفس عميق. نعم مرتاح استرخي، خليك مركز على صوتي انا وكلامي، ما كنت ثاني تمت استرخي اكثر واكثر، وتدخل لحاله عميقه من النوم. اول ما عدل 5 وبس لما عدل 5 بتفتح عيونك الطبيعه، بتقول لي كيف انت فعلا حاسس بكل صراحه، مو عشان التصوير مع الدرجه على هذه، ما ابغاك تتشتت تماما، خليك بس مركز عليها الحين وبس على هذه النقطة، خليك مركز على النقطة هذه. بينك وبين نفسك ابيك تتخيل ان يدك الحين تبدا تقرب الوجهك، خلي يدك تقرب الوجهك لا تقاوم، خلي يدك الحين تبدا تقرب الوجهك شوي شوي، بينما يدك تقرب الوجهك الحين مرتاح مسترخي، حسب شعور الرجال ما قد حسيت فيه بحياتك كذا، خليك مرتاح مسترخي. ضحكي اكثر واكثر، كل ما المسك الحين كل ما تضحك اكثر واكثر، شيء مره غبي. اغبى نكته في العالم تجي كل ما اضحك كل ما تبدا تضحك اكثر، كل ما المسك مليون مره مضحك الحين، مليون مره مضحك، كل ما المسك كل ما تضحك اكثر واكثر. انت بس قلت الحين المسك يا تبدا تضحك أكثر.